في دراسة حديثة قامت بها جامعة هارفارد أظهرت أنه 85% من النجاح في أي وظيفة يعتمد على المهارات اللي يسمونها مهارات ناعمة، وأن 15% فقط من النجاح الوظيفة يعتمد على المهارات التقنية، ويندرج ضمن المهارات الناعمة اللي يسمونها كمان السوفت سكيلز العديد من الأمور، منها مثلا المهارات القيادية، مهارات التواصل مع الآخرين، ومهارة حل النزاعات والمشاكل، وقدرة الموظف على الشعور بالآخرين والتعاون معهم. طبعا خلنا بسأل رؤى اليوم، أهمية هذه المهارة في الوظيفة، إيش رأيك يعني السوفت سكيلز، أن الواحد يكون يعني أكثر إنسانيا أكثر ما هو روبوت، يعني فعلا. مجرد يسوي التاسك حقه أنا أحس هذه من الأشياء الأساسية اللي تكون في أي منظومة عمل أو حتى في قيادة تيم معين، لأنه في الآخر حنا بشر، فلما نكون حنا بشر ونتعامل على أساس أنماط مختلفة، طرق مختلفة، فبالتالي كيف أنا ممكن أضمن الإنتاجية إذا أنا ما أراعي أو ما أتعامل مع الإنسان وفق أنه هو إنسان، عرفتي؟ فهذه الأشياء أحس أنه هي اللي تخلي أول حاجة ديمومة الموظف يكون موجود في هذا المكان، ديمومة الإنتاجية كمان، ما أحس أنا مرتاحة في وظيفتي، ليش أنا مضطرة أني أنا أمشي، عرفتي؟ صح. فالأشياء الإنسانية جدا مهمة، أنا أعتبرها من أولويات الأمور اللي لازم تأخذ بعين الاعتبار. كمان يعني على طهر القياديين، يعني أنت يمكن جبتي نقطة مهمة، يمكن هذا الشيء أنا أتوقع يخلي الواحد يوصل أنه يصير قيادي من مجرد موظف مثلا، خلينا نقول مبتدأ أو صغير، لأنه إذا أنت ما عندك مثلا تفهم احتياجات الآخرين، حل النزاعات، واللي هو يعني أمر طبيعي يمكن في مجال العمل أو في بيئة العمل، طبيعي يكون في اختلاف في الرأي، طبيعي يكون في نزاعات مختلفة طبعا في إطار العمل أكيد، لكن حل واحد فعلا يتفهم ظروف الآخرين، موظف مثلا تغيب أو موظف كان مريض أو عنده ظرف طروف. يعني في أشياء صحيح، وأنا أتفق مع هذه الدراسة الصراحة، وبالعكس دراسة جميلة جدا وحنشتغل عليها ونطبقها على جميع أنحاء العالم عموما. خلينا